السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أتعرفون الصاحب جنب؟ ما قصته؟ من هو الصاحب الجنب؟ سوف نعرف ذلك في هذا الموضوع. السلام عليكم. من هو الصاحب بالجنب؟ أتعرفون من هو الصاحب بالجنب؟ وما هي قصته؟ من أعاجيب الوصايا القرآنية وجوب الإحسان إلى الصديق، وذلك بقوله تعالى والصاحب بالجنب. من الطبيعي أن يوصي القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى وما إلى ذلك، لكن أن يوصي بالإحسان إلى أناس أحببناهم في سيرة حياتنا مر علينا مثل الطيف على مر هذه الحياة الطويلة، هذا هو العجب الذي يجعل الإنسان ينبهر لعظمة القرآن الكريم وعظمة منزله سبحانه وتعالى. أسألك يا الله أن ترحمنا وأن تغفر لنا. فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الصاحب جنب في قوله تعالى من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء آية 36. والصاحب بالجنب هو أولا زميل الدراسة، ثانيا رفيق العمل، ثلاثة المصاحب بالسفر، أربعة من جالسك في مسجد أو مؤتمر أو غيره أو أي مكان تقابلت أنت وياه فيه، خمسة كل من وقف بجانبك في موقف مهم لك في هذه الحياة. لكل هؤلاء أوجب القرآن الكريم الإحسان بعد أن جمعهم بصفة واحدة وهي الصاحب بالجنب. فيا له من كتاب عظيم من رب عظيم يوجب على الإنسان الوفاء لكل من أحسن لنا مهما صارت الفترة الزمنية التي التقناه فيها. سبحانك يا الله، سبحان الله العظيم. اللهم أسعد كل صديق وكل رفيق وصاحب وزميل وكل جليس صالح وكل من جمعتني بهم في هذه الدنيا الفانية سعادة في الدنيا والآخرة، واجمعني بهم ووالدينا وأهلينا وحبتنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أسعدهم، اللهم وفقهم، اللهم أسعد كل صديق وكل رفيق وكل صاحب وكل زميل وكل جليس صالح وكل من جمعني بهم في هذه الدنيا الفانية. يا الله يا رب، يا الله يا كريم. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى جميعا، ووفقنا واصلحنا واصلح أولادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عرفت من هو صاحب الجنب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه وفي كتابه الكريم. نسأل الله أن الله يعيننا على طاعته ومغفرته.